بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي الأعزاء، نكمل اللي هو لسه احنا بالشابتر الثاني. الشابتر الثاني وصلنا لعند System Design Problems Requirements Partitioning to Hardware and Software and Human Components may involve a lot of negotiations. إيش يعني؟ يعني أنا عندي requirements partitioning، تقسيم المتطلبات إلى hardware و software و human components. ممكن involve a lot of negotiations. بيحتاج إلى كثير من المفاوضات. Difficult design problems are often assumed to be readily solved using software. يعني difficult design problems، المشاكل التصميم الصعبة، عادة assumed to be solved using software. عادة احنا نخمن انها تنحل باستخدام البرمجيات. هاردوير بلاتفورم، منصات اللي هو الهاردوير، may inappropriate for software requirements, so software must be compensated for this. يعني بعض المنصات اللي تبعت الهاردوير بتكون غير مناسبة لمتطلبات النظام، لذلك software must be compensated، لازم يعوض هذا الإشي. تمام. طب system development اللي هو تطوير اللي هو الأنظمة الفرعية، typically parallel project developing the hardware, software and communication. المشاريع المتوازية التي تطور الهاردوير والسوفتوير والاتصالات may involve some costs، ممكن انها تحتاج الى commercial of the shelf، هذه اللي حكيت عنها بالمحاضرة الماضية اللي هي البرامج الجاهزة، بدنا نشتري البرامج الجاهزة هاي. Lack of communication across implementation teams، هنا ما عندناش الاتصالات بين اللي هو الفرق اللي هي التي تعمل على ال implementation. Bureaucratic and slow mechanism for proposing system changes means that the development schedule may be extended because of the need of reward. يعني slow mechanism، الميكانيزم البطيء والبيروقراطي، ممكن عشان نغير فيه system changes، تغييرات النظام، تعني انه الديفلوبمنت سكيدجول اللي هو التطوير، وقت التطوير ممكن احنا نمدده. ليش؟ because we need for extra work reward، عشان نحتاج لعمل زياده، فاحنا ممكن نمدد شغل. الجزء الاخر System integration، تكامل النظام. The process for putting hardware, software and people together to make a system. System integration، تكامل النظام، هي عملية وضع الهاردوير والسوفتوير والناس كلها مع بعض عشان نكون نظام. Should be tackled incrementally so that the subsystems are integrated into one at a time. يعني لازم احنا نحله بزيادة شوي شوي، tackled incrementally، نزيده، نحط سب سيستم، خلصنا سب سيستم الاول نحط سب سيستم الثاني، نحط سب سيستم الثاني وهكذا، واحد بالوقت الواحد. Interface problems between subsystems are usually found at this stage. Interface problems، مشاكل الواجهة بين السب سيستمز، ممكن انها الانترفيس between السب سيستمز، يبقى ما عندناش انترفيس بينهم، هذه برضه لازم نحلها. Maybe problems with uncoordinated delivery of the system components.
ممكن له مشاكل بالتوصيلات الغير متعاونة. أنا طلبت نظام، طلبت كود، طلبت سوفت وير، وهذا السوفت وير قال لي بده يوصلك بعد شهر. طب ما وصلنيش بعد شهر، وصل بعد شهرين. ايش معناته؟ معناته انا تاخرت. سيستم انستليشن، تنصيب النظام. انفايرمنت اسامبشنز مي بي انكوركت، توقعات افتراضات البيئه ممكن تكون خطا. مي بي هيومن ريزيستنس تو ذا انتروداكشن اوف نيو سيستم. الناس اللي في الشركه يعني كيف تعترض انه في نظام جديد بدايش تشتغل. سيستم مي هاف كو اكزيست وذ ذا الترناتيف سيستم فور سام تايم. يعني السيستم القديم والسيستم الجديد لازم يشتغلوا مع بعض، يتواجدوا مع بعض، عشان احنا نحول من النظام الجديد من النظام القديم للنظام الجديد. Maybe physical installation problems، ممكن تكون مشاكل اللي هو فيزيائية في التنصيب. الكيبل ما بديش من هنا مثلا، بدي اوصل له كيبل كبير، او الكيبل ما كيبل صغير، بده كيبل اتخن او كيبل ارفع وهكذا. اوبريتر تريننج هاز تو بي ايدنتيفايد، تدريب اللي هو المشغلين على النظام الجديد لازم اعرفه. تمام. سيستم اوبريشن، عمل النظام. ويل بينج ان فورسين ريكويرمنتس تو لايت. تمام، يعني سوف يعطينا احتياجات غير مرئية وغير متوقعة. أنا لما أشغل النظام مديني اللي هو requirement مش 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 عارفها. Users may be used the system in a way which is not anticipated by the system designer. ممكن إحنا المستخدمين ممكن يستخدموا النظام بطريقة مش متوقعة بالنسبة لمصممين النظام. may reveal problems in the interaction with the other systems. ممكن يظهر عندنا مشاكل مع التعامل مع الأنظمة الأخرى. physical problems in compatibility، غير متساوي، غير منسجم مع الفيزيائية. data conversion problems، تحويل البيانات. هذا بيشتغل على الوورد، هذا بيشتغل على هذا بيشتغل مثلا على اندرويد، وهذا بيشتغل على اي او اس. increase operator error rate because of the inconsistent interfaces. تمام. operator error، مشغل يعني انا تشغيل اخطاء في التشغيل زياده. ليش؟ لانه واجهات غير متوافقه عندي. system evolution، تطور النظام. large system have long time. Long lifetime. They must evolve to meet changing requirements. الأنظمة الكبيرة لازم يكون لها حياة طويلة. They must evolve to meet changing requirements. لازم احنا نتطور عشان والتغييرات اللي هو المتطلبات تتغير. Changing requirements، المتغيرة، المتطلبات المتغيرة. Evolution is inherently costly. التطور costly، مكلف. Changes must be analyzed from technical and business perspective. التغييرات لازم احنا نحللها من واجهة تقنية وواجهة إدارية. Subsystem interact to unanticipated problems can arise. There is rarely rationale for original design decisions. System structure is corrupted as changes are made to it. تركيبة معمارية النظام صار فيها خطأ، قرأت خربت as changes are made to it. فلما بدي أعمل التغييرات لها. Existing systems which must be maintained are sometimes called legacy systems. الأجهزة اللي موجودة عندي واللي انا بدي اطورها بتسمى الانظمه القديمه. سيستم ديكوميشنينج اللي هو تفكيك النظام. taking the system out of the service after useful lifetime، يعني انا بدي اخذ النظام خارج الخدمه بعد ما حياته تخلص. may require removal materials، ممكن انا
removal material, بدي اشيل material dangerous chemical which pollute the environment اللي هو البيئة بتلوث البيئة. should be planned for the system designed by encapsulation may require data to be restructured and converted to be used in some other systems. ممكن احنا الداتا اعادة تركيب للداتا ونحولها عشان تستخدم بالأنظمة الثانية. System recruitment جلب النظام، شراء النظام. Acquiring a system for an organization to meet some needs. يعني أنا بدي أشتري نظام لمؤسسة عشان احتياج معين. Some system specification architecture design is usually necessary before approval. يعني قبل أنا ما أشتري لازم يكون عندي مواصفات النظام والتصميمات المعمارية قبل ما أنا أشتري. You need specification to let a contract for system development. أنا باخذ المواصفات عشان الكونتراكت فور سيستم ديفلوبمنت تطوير النظام. The specification may allow you to buy a commercial off the shelf system. انا المواصفات بتيح لي اني انا اشتري اللي هو البرامج الجاهزه. Almost always cheaper than developing a system from scratch. انا لما اشتري برنامج جاهز بكون ارخص لي من اعمل نظام من الصفر. System recruitment process of the shelf system available. Survey market for existing systems. بعمل survey. Adopt requirements. Choose system. Issue request for bid. Choose supplier. Issue request for tender. Select tender. Negotiate contract. Let contract for development. أنا bespoke system required. سيستم معين يعني سيستم خصوصي، ولكن هنا سيستم موجود وجاهز أو بسيط. يعطيكم العافية وإن شاء الله نلتقي في محاضرة أخرى للشابتر الثالث. هيك نكون إحنا خلصنا الشابتر الثاني على خير إن شاء الله، وإن شاء الله نلقاكم بمحاضرات قادمة ويعطيكم ألف عافية.